مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج ملفات. حظي صعيد مصر على مدى السبع سنوات الماضيه باهتمام غير مسبوق، وتعددت المشروعات العملاقه الكبرى، وانطلق فيه قطار التنميه بدعم القياده السياسيه التي اهتمت بملف التنميه في محافظات الصعيد وتطوير كافه الخدمات المقدمه للمواطنين في شتى المجالات. واولت الحكومه اهتماما بالغا بالمشروع القومي لتنميه محافظات الصعيد لمحاربة الفقر والبطالة من خلال وضع خطط لتنمية ما تملكه كل محافظة من مقومات وموارد وفرص استثمارية في كافة المجالات لتحقيق التنمية الشاملة أو التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية، واتساقا مع أهداف التنمية الأممية المستدامة. جاء اختيار هيئة الأمم المتحدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قنا وصهاج كأفضل البرامج العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر على مستوى العالم، لما حققه البرنامج في دعم تنمية المحافظتين من نجاح كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة ودفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجا بصعيد مصر. حول هذا الموضوع يسعدني أن يكون معي في الأستوديو الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عز الدين، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. نور يا محمد. أهلا بحضرتك فندم. خلينا نطلع فاصل، بعد هذا الفاصل هنفتح يعني حوارنا النهاردة في هذا الملف الهام فيما يخص محافظات الصعيد والدعم التي توليه الدولة لمحافظات الصعيد في مجال التنمية. فابقوا معنا. يأتي إدراج الأمم المتحدة لبرنامج التنمية بصعيد مصر ضمن أفضل الممارسات لمكافحة الفقر، لما حققه البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة لدفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجا بصعيد مصر. البرنامج يهدف إلى دعم التنمية الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذبا للاستثمار وتهيئة لبيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين الكرام لدفع عجلة التنمية. إن إدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كان بناء على عدة اعتبارات تتمثل في إبراز جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة والتركيز على المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع أثرت بالإيجاب في حياة المواطنين. كما أن إدراج البرنامج بمنصات الأمم المتحدة يعد اعترافا دوليا بنجاح التجربة المصرية، ويعمل البرنامج على الارتقاء بمستوى البنية الأساسية وتحسين تقديم الخدمات المحلية، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى وحتى العام المالي 2020-2021 نحو 3589 مشروعا بالمحافظتين، بعدد 2187 مشروعا بمحافظة سوهاج وعدد 1402 مشروع بمحافظة قنا، موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية. ووفق ما رصدته الأمم المتحدة لمتابعة مؤشرات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية للعام 2021، تم تصنيف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بأنه يعد من ضمن أفضل الممارسات التي قامت بها الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. مره ثانيه برحب بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الاستاذ محمد عز الدين، نائب رئيس تحرير جريده الاهرام. خليني في البدايه يعني لماذا اختارت الامم المتحده تجربه مصر خاصه في تنميه الصعيد وادراجها بمنصات الامم المتحده؟ الامم المتحده لديها تقليد كل عام تقريبا او دوري تقوم بمتابعة التجارب التنموية في البلدان النامية، وتدرس المؤشرات الخاصة بها سواء على مستوى التنمية، مستوى عمل البنية الأساسية، مستوى رفع كفاءة المحافظات والمناطق، تخفيف حدة الفقر وإتاحة فرص عمل، وإتاحة أيضا فرص العمل ليس فقط للشباب ومن هم في سن العمل، ولكن أيضا للمرأة المعيلة، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الصحية الأخرى. الحقيقة من خلال هذا التقييم اللي عملته الأمم المتحدة،
كان هناك مؤشرات قوية جدا للبرنامج المصري وتحديدا في محافظتي سوهاج وقنا، حققوا مؤشرات عالية للغاية مما دفع القائمين على البرامج التنموية لاعتماد هذه التجربة وخاصة في هاتين المحافظتين على أنها تجربة رائدة تستحق التطبيق ونشرها في العالم، بالإضافة لمتابعتها بشكل دوري للاستفادة من هذه التجربة وزيادة فرص تكرار هذه التجربة سواء داخليا في مصر أو في مناطق أخرى من البرامج التي تشرف عليها وتمولها الأمم المتحدة. أستاذ محمد، خليني هنا أتكلم على يعني دائما فترات طويلة جدا كنا نتحدث عن تنمية الصعيد وأهمية تنمية الصعيد وأن هذا الجزء العزيز من الوطن يجب أن يولى عناية خاصة، خاصة في ظل هجرة داخلية من الجنوب إلى الشمال. يعني نقدر نقول دلوقتي أن هناك فعلا إرادة سياسية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي الجهاز التنفيذي ورئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكل الوزراء، فعلا هناك إرادة لتحقيق هذه التنمية على أرض الواقع، وإلا ما كانت الأمم المتحدة لتأخذ وتشيد بهذه التجربة؟ بكل تأكيد، في البداية هناك تمويل من الأمم المتحدة بنحو مليار دولار. طبعا مصر صرفت عبر الموازنات في تاريخ الجمهورية الجديدة منذ ثورة 30 يونيو وتولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرفت مبالغ يعني مش عايز أقول يعني أكثر من 100 ضعف هذا الرقم على التنمية. لكن في مؤشرات ومحددات معينة بيتم اتباعها حاليا، الموضوع ما بقاش عشوائي زي زمان. ده الصعيد بيشتكوا في مشكلة وفي مشكلة طرق أو حادثة أو الأمور دي، طب إيه نعمل مشروع؟ وللأسف كان بيتم وضع حجر الأساس وتختفي المشروع أو يختفي الحديث عنه بالتبعية. الحقيقة الكلام ده المهم ناخد الصورة يعني بالظبط، ياخد اللقطة في الأولى وحجر الأساس والمسؤولين ويسقفوا ويمشوا وتظل معاناة الصعيد ومناطق الجنوب المصرية مستمر. حقيقة الكلام ده ما بقاش موجود دلوقتي، في خطط يتم دراستها بشكل ممنهج وبشكل أساسي، تم وضع خريطة كبيرة للتنمية وتحديدا هذا البرنامج الإنمائي اللي بتشرف عليه الأمم المتحدة. السيد الرئيس وجه بأهمية هذا البرنامج، ومن عام 2018 بيتم متابعته بشكل كبير للغاية وبيثبت نجاح كبير جدا. بالعكس، تم زيادة محافظات أخرى جديدة في مارس الماضي، تم زيادة محافظات أعتقد أسيوط والمنيا أعتقد ما لم أكن خانتني الذاكرة، لتطبيق مثل هذه التجربة الرائدة. احنا بنشوف دلوقتي في مبالغ كبيرة مخصصة للبنية، مش مجرد البنية الأساسية ولكن ترفيق المناطق، وقف تمدد العشوائيات والبناء على الأراضي الزراعية، إقامة مناطق صناعية جديدة. دلوقتي كل اللي عايز شغل في مناطق الصعيد والمحافظات، بعض المحافظات بتستورد عمالة من محافظات أخرى قريبة اللي خاصة اللي فيها مناطق صناعية وكده، لأن كل الناس بتشتغل، كل الناس بقت عندهم فرصة متاحة. فنقطة مهمة جدا اللي حضرتك أشرت إليها اللي هي الخاصة بوقف الهجرة من الجنوب للشمال، بالعكس تأطير تجربة رائدة للتوظيف وتحريك الاقتصادات وتوفير بالعكس فرص جديدة سواء العمال أو الفنيين أو الأيدي العاملة من محافظات أخرى في الصعيد. خليني أستاذ محمد أتكلم إيه هي المعايير اللي من خلالها بيتم اختيار المناطق الأكثر احتياجا بالنسبة للأمم المتحدة؟ خلينا نبتدي من الداخل. هنا بيتم اختيار المناطق اللي هي الأكثر فقرا، التي تحتاج لتوفير بنية أساسية، توفير خدمات صحية واجتماعية، توفير مناطق صناعية بالإضافة للبنية الأساسية والتحتية. الاختيار الأولي الداخلي بيتم عقب ذلك طرح التجربة وعرض البرنامج المتكامل للتنمية على الخبراء التابعين لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، شمال أفريقيا، وبيتم تحديد
مدى نجاح هذا البرنامج أو فرص إمكانيات نجاحه؟ وبالطبع البرنامج كان واعد للغاية حتى أنه فاق توقعات المشرفين عليه في الأمم المتحدة، والحقيقة أن النجاح والدقة والمعايير العالية والالتزام خاصة في موضوع التوقيت، ودي كانت مشكلة كبيرة جدا، لأن كان أحيانا في بعض الأحوال كانت بتيجي منح وبيعدي عليها الفترة بتاعتها وما بتتصرفش، فليه؟ لأن دي بإشراف دولي، مش هيبقى فيها بقى لعب محسوبية وطب شوف فلان وخد الشركة دي معاك، الكلام ده ما بقاش موجود تقريبا بشكل كبير جدا أو بشكل شبه كامل في كل المشروعات اللي بتتم حاليا على أرض مصر، سواء اللي بتشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أو المشروعات الحكومية. والحقيقة أن في متابعة دؤوبة من سيد رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بصفة المنسق لواء شعراوي بصفته المنسق بين الوزارات المشاركة في هذه العمليات، وخاصة في عملية تنمية مناطق الجنوب ومحافظات الصعيد. وبالتالي فإن فرص النجاح واختيار الأمم المتحدة لهذه المناطق والتأكيد عليها بيأتي أولا من النجاح الداخلي، ثم يلاقي إعجاب واستحسان من المؤسسات الدولية، وده اللي تم فيما يخص مشروع تطوير الصعيد. اتكلمت يا استاذ محمد هنا على مسألة الصعيد، والصعيد بنتكلم على مناطق أكثر احتياجا، بنتكلم على مناطق بشكل أو بآخر المرأة المعيلة هناك تمثل يعني زي ما تقول عمود البيت أو عمود الأسرة. وهنا عايز أتكلم على مسألة المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجا في الصعيد ودورها في دفع عملية التنمية المستدامة. وخلينا أذكر هنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019 افتتح معرض تراثنا، وهو معرض خاص بالصناعات اليدوية والهاند ميد والصناعات الصغيرة ويمكن اللي مرتبطة بالبيئة أكتر. وفي 2020 كانت النسخة الثانية لهذا المعرض. يعني أهمية هذه الأمور في مسألة عجلة التنمية المستدامة أو دفع عملية التنمية في مصر بشكل عام وفي الصعيد بشكل خاص. هقول لحضرتك حاجة، هو الإرادة السياسية أما بتبقى موجودة بشكل كبير والإصرار والمتابعة والتواجد الشخصي من السيد الرئيس، الحقيقة ده نقله لكافة قطاعات الحكومة والجهات المشرفة على المشاريع. المشاريع دلوقتي ما بقاش مشروع واحد أو اثنين أو ثلاثة، لا بقى في مجموعة متكاملة من المشاريع، أولا على مستوى المبادرات الرئاسية، ثانيا المبادرات اللي بيتم طرحها من الحكومة، أيضا المبادرات اللي بيتم طرحها من القطاع الخاص، أيضا المنظمات والمجتمع المدني بشكل كبير جدا وتوحدت جهودها بشكل كبير، والحقيقة ليهم دور جيد جدا أيضا في المشاركة في هذه المبادرات، وخاصة في مجال تحديد الفئات والأشخاص واللي بيحتاجوا لهذه هذا الدعم والمشاركة في البرامج. مش مجرد بس أنه معرض تراثنا والأثر الكبير اللي سابه الحقيقة في خلال الدورتين اللي اتعمل فيهم لغاية الآن، الحقيقة أن تم التكامل بين البرامج بحيث ما بقاش فيه تضارب سواء على مستوى الحكومة أو مستوى القطاع الخاص ومستوى منظمات المجتمع المدني، بقى في بيصب في جهات موحدة لتسيير هذه المشاريع بشكل عام. وأيضا ما ننساش المبادرة الكبيرة جدا ومشروع تغيير وجه مصر بالكامل اللي هو تطوير الريف المصري. ده هنتكلم في المسألة دي، 4700 قرية بالزبط. بإجمالي 700 مليار، ده شيء خطير جدا وشيء غير مسبوق. وهيبقى سؤال الضيفي بعد هذا التقرير، هل هذه المبادرة الرئاسية الكبيرة العظيمة التي ستغير من شكل ريف وقرى مصر دخل في هذا الإطار بعد هذا التقرير؟ فابقوا معنا. مؤشرات إيجابية على زيادة الاستثمارات الحكومية في العديد من القطاعات المهمة كمشروعات البنية الأساسية والطرق والغاز والطاقة الجديدة لتحسين تقديم الخدمات المحلية للمواطنين الكرام.
كل هذا ظهر واضحا في إعلان وزارة التنمية المحلية إدراج الأمم المتحدة برنامج التنمية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج في منصة أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر. ده ومؤشر جيد ورسالة احنا بنديها للعالم ككل ان مصر بالفعل على الطريق. مصر تهتم فعلا بتحقيق التنمية، وخاصة ان هناك كان كم كبير جدا من المشاكل المهملة. لقينا مثلا العشوائيات، حل مشكلة العشوائيات، لقينا مشكلة الإسكان، لقينا مشكلة النقل والطرق والخدمات في مختلف، من أجل تشجيع المستثمر اللي يجي لمصر. بدأت نلاقي برضك الاهتمام بالتصنيع والاستغلال بثروات الصعيد في مجال الغاز وفي مجال الصناعات التحويلية وفي العديد من المجالات. بدأ ان هم يهتموا بالبشر نفسه، بالعنصر الإنساني هناك، وبدأ ان هم يشجعوا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من اجل تقليص نسب البطالة والاهتمام بالشباب هناك. البرنامج التنموي لصعيد مصر والذي يتم تنفيذه منذ عام 2018 وبميزانية قاربت المليار دولار، جاء بتوجيهات مباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميمه على جميع محافظات الصعيد بعد ذلك، لتكون أكثر جذبا للاستثمار وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين ودفع عجلة التنمية في جنوب مصر. أيضا الحياة الكريمة التي بدأت تدب في الريف، لأن احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في موضوع الصرف الصحي، واللي بدأ دلوقتي يدخل في معظم القرى كمرحلة أولى. أنا أعتقد أن هي في توازن ما بين المشاريع الاقتصادية والمشاريع الاجتماعية، وده اللي احنا مش بنبني حجر بس، لا بنبني بشر وإنسان. لأن أنت المشاريع القومية لو ما كانش في هناك إنسان مؤهل ومعد للتعامل معها، بالطبيعة ستفشل أي مشاريع أيا كانت. وهناك ايضا المشاريع البناء المدن الجديده، واللي هي اللي احنا بنقول عليها مدن على طراز الجيل الرابع، ودي طبعا بتفتح مجالات كبيره جدا للسكان وتعطي فرصه ان احنا نحافظ على الارض الزراعيه. ادراج برنامج تنميه الصعيد بمنصات الامم المتحده يعد اعترافا دوليا بنجاح التجربه المصريه في اقامه وانجاز العديد من المشروعات القوميه والخدميه من اجل اعاده بناء مصر وتحقيق اهداف التنميه المستدامه. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا مره ثانيه. برحب بضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي الاستاذ محمد عز الدين، نائب رئيس تحرير جريده الاهرام. كنا بنتكلم على الحدث الاهم، يعني 700 مليار حجم اعتمادات خاصه بتطوير الريف المصري، وهل هذه يعني هاتان المحافظتان سوهاج وقنا ده من ضمن المنظومه دي، ولا دي حاجه منفصله؟ هو زي ما قلت لحضرتك، هو خطط التنمية أصبحت الآن متكاملة، فما يتم في محافظات الصعيد وفق هذا البرنامج الذي أشادت به الأمم المتحدة بيأتي بالتماشي وبالتنسيق مع المبادرة الكبرى اللي هي تطوير قرى الريف المصري وتغيير شكله بالكامل. الموضوع مش مجرد ان هو تطوير او تغيير شكل نسق حضاري وتنظيمي وكاردونات للمدن والقرى وحتى النجوع والكفور، ولكن ايضا اتاحة فرص كبيرة للصناعة المصرية. احنا شفنا التوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية باعطاء الاولوية للمنتجات المصرية والصناعات المصرية وشركات الخدمات المصرية اللي هتشارك في مبادرة تطوير الريف المصري. ماذا يعني هذا؟ يعني إنعاش بنسبة لا تقل عن 30 أو 40% للصناعة المصرية بشكل غير مباشر، وإتاحة فرص عمل أكبر لكل المشاركين في البرنامج. يعني مش هيبقى فيه بطالة بأي شكل من الأشكال في كل القرى اللي بيتم تطويرها. أيضا هيكون في متابعة دؤوبة من الحكومة بمعدلات الإنجاز. الحقيقة أن زي ما كنا بنتكلم دلوقتي الدنيا اختلفت، دلوقتي احنا يعني بنعلن عن المشروع ما لم يكن تم تنفيذه وبيتم افتتاحه بيكون مثلا
تم تنفيذ ما لا يقل عن 85%. الحقيقه شفنا دي مثلا في محطه احنا محطات المترو الكبيره محطه عدلي منصور اللي كان السيد الرئيس متواجد وتم افتتاحها عبر الفيديو كونفرنس. شفنا حجم الانجاز المهول والكبير جدا اللي بيتم الاعلان عنه، وهذا الامر او هذه النقطة الهامة للغاية هتكون موجودة في مشاريع تطوير الريف المصري. المتابعة سواء من منظمات المجتمع المدني أو من حتى المواطنين، بالإضافة إلى التنسيق والعمل الدؤوب من جانب الحكومة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمشاركة مع القطاع الخاص اللي بيقوم بعمليات التطوير زي ما هو بيقوم في بعمليات التطوير وإنشاء المدن الجديدة وإنشاء المشاريع الكبرى القطاعات، وأيضا بيتم دراسة أي معوقات وتطويعها. يعني الخطط التنموية بقت خطط مرنة مش خطط في بدائل كتيرة في حالة وجود أي لو في أي مشكلة. والحقيقة أن الرأي الصلب بنفسه من المواطنين أما يكون في ملحوظة تقولها لنا ونستفيد من خبراتهم والخبرة الحياتية وندي خصوصية أكبر لكل منطقة وللريف المصري حتى يكون في أبهى وأعظم صوره. خليني محمد، حضرتك قلت ان 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 سوهاج والمنيا يعني بدايه، ولكن الصعيد كله داخل في خطط التنميه بشكل عام يعني. وهنا خليني اتكلم على الخريطه الاستثماريه للمحافظات. هناك مدن صناعيه جديده في المنيا، وهناك مدن صناعيه في اسيوط، وانت اشرت وبني سويف ومشروعات الالكترونيات، اشرت لجزئيه هامه جدا مساله الهجره من الجنوب الى الشمال، واصبحت الهجره الان هجره بينيه جنوب يمكن من محافظه المنيا لسوهاج او العكس. يعني اهميه الخريطه الاستثماريه والمناطق الصناعيه في صعيد مصر يعني كإجراء أو كرافد من روافد التنمية الاقتصادية. خلينا نضرب لحضرتك مثل في فيلل دلوقتي بتتعمل مثلا في دمياط الجديدة أو في مناطق أخرى تبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أسعارها أغلى من مناطق في القاهرة. ليه؟ لأن الإقبال الشديد والمستثمر وساكن هذه المحافظات دلوقتي عنده حافز، مش مجرد انه حافز متعلق بالعمل ولكن ايضا بالإقامة في نفس المحافظة بالعكس، وينفق اكثر مما يمكن ان ينفقه في للحصول على احدى الوحدات او الفيلل في مناطق في القاهرة. على نفس المنوال قيس على كده ما يتم الان في المناطق القريبة من اهالي المحافظات. أنا لو عندي مشروع استثماري أو منطقة صناعية ومصنع جنب بيتي فرق كم كيلو، إيه اللي يخليني أضرب المشوار ده كله للقاهرة وأدفع وأجور وعمال؟ لأ، أنا أنمي حضاريا المنطقة اللي أنا فيها وشغل أهل دايرتي وشغل أهل القرية وقرايبي وكبر البيزنس بتاعي. بالعكس، وبقت الصورة مشرقة غير بكتير بكتير مع أسرته ومع عائلته. بالظبط. معايا الدكتور هشام الهلباوي ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. دكتور هشام مساء الخير. مساء الخير يا هبي، زي حضرتك. يمكن ضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، وحديث عن تنمية الصعيد وتوثيق التجربة في سوهاج وقنا لدى الأمم المتحدة يعني محافظتان يعني لهم طابع خاص وتم فيهم عمل جزء كبير من التنمية التي يعني كان لها أثر، وعلشان كده سجلتها الأمم المتحدة. سؤالي هنا دكتور هشام، يعني أهمية توثيق هذه المسألة لدى الأمم المتحدة، يعني الأمم المتحدة لما توثق عمل تنموي في محافظة ما في دولة ما، ده أهميته إيه يا فندم؟ الأول بمسي على الأستاذ محمد أخ عزيز، يعني وبتابع له، أهلا بيك، وبمسي على حضرتك. وحابب بس أقول إن تجربة مصر دي بدأت، يمكن تجربة المشروع تنمية سوهاج وهنا، التنمية المحلية بسوهاج وهنا كبداية لمحافظات الصعيد، كان أول مشروع طلبه فخامة الرئيس في شهر 12 2014 لما كان في زيارة للولايات المتحدة للأمم،
كان بيزور الامم المتحده وطلبوا من البنك الدولي انه عايز يعمل نموذج لتنميه الصعيد ينقله لبقيه المحافظات. وده اللي خلى البنك مع مصر عملنا مشروع كان له هدفين. الهدف الاول هو ان دعم تنافسيه المحافظتين وجعلهم جاذبين للاستثمارات، والهدف الثاني تنميه البنيه الاساسيه وتطوير الاداره المحليه. ويمكن المشروع بدا خطوات لحد ما وصل ان هو يوثق في الامم المتحده كاحد المشروعات الهامه عالميا في مجال محاربه الفقر. اهميه ده ايه بقى عشان ابتدي من الخطوه اللي حضرتك سالتها؟ اهميه ده ايه؟ اهميه ده رقم واحد اعتراف من اكبر مؤسسه دوليه بان مصر بتاخد خطوات في اصعب الاماكن اللي كانت اكثر فقرا في عام 2015 و 2016. كان رقم واحد واثنين في نسب الفقر في مصر كانت محافظه سوهاج ومحافظه قنا. فدي تجربة بآليات إن حصل خفض كبير في نسب الفقر في المحافظتين دول في خلال 3 سنين. ده إنجاز يعتبر للحكومة المصرية. رقم اتنين إن ده اعتراف بإن الحكومة المصرية أو الدولة المصرية غيرت من خططها وإنها بتحاول تعمل عدالة في التنمية ما بين المحافظات الحضرية وما بين محافظات وجه بحر ومحافظات وجه إبلي. رقم ثلاثة إن دايما كان العالم بيبحث عن أماكن بيسموها لاكينج ريجون أو الأماكن المهمشة وبيبحث عن آليات لتطويرها. فعندها اعتراف بإن الآليات اللي خدتها الحكومة المصرية كانت آليات ناجحة نتيجة لتقييمهم لها في الفترة اللي فاتت وإن هم يحطوها على منصة الأمم المتحدة. رقم أربعة إن ده بيفتح باب لشراكة ما بين الجهات الدولية وما بين الحكومة المصرية في مشروعات أكثر، وبيخلي المستثمرين كمان بيشوفوا صعيد مصر بزاوية مختلفة، ولأن مصداقية الأمم المتحدة لدى الجهات المنحة أو لدى المستثمرين في العالم مصداقية عالية، فده بيدي صورة عن مصر مختلفة تتيح وسوق عن جنوب مصر مختلفة تتيح ان الجهات الدولية تحب تشتغل اكتر في جنوب مصر، وكمان المستثمرين الاجانب والشركات الاستثمارية الكبيرة تحب او تشوف ان مناخ الاستثمار في صعيد مصر بقى مناخ جاذب ومناخ اكثر قوة يتيح حرية للاعمال بشكل كبير. تمام. دكتور هشام خليني يعني يمكن ضيف الأستاذ محمد، كنا بنتكلم على مسألة المبادرة الرئاسية العظيمة اللي هي 700 مليار لتنمية 4700 قرية بكل قرى يعني بكل محافظات مصر، وده عمل جبار وعمل يعني كلنا كمصريين إن شاء الله هنشهد تغير في شكل قرانا وشكل يعني مراكزنا. والكلام هنا هل هذه المبادرة تدخل في هذا النطاق ولا دي منفصلة عن دي؟ خليني بس أقول لحضرتك احنا لسه كنت في لقاء قريب أنا ومحمد بيه مع حوالين حياة كريمة بوصفي مشرف على برنامج حياة كريمة في وزارة التنمية المحلية. الحقيقة أن آليات حياة كريمة نبعت من برنامج تنمية الصعيد. يعني الآليات اللي اتنفذت بها حياة كريمة منذ أول خطوة لها كانت نفس الآليات اللي ثبت نجاحها في برنامج تنمية الصعيد، وبدأنا تعميمها في حياة كريمة في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية. وكمان كان نجاح تجربة سوهاج وقنا في الخفض من الفقر في المحافظتين، وكمان في تقليل تيار الهجرة من محافظة سوهاج وقنا إلى المحافظات الأخرى، كان عامل من العوامل اللي خلى اللي ادى بريقة أمل إن ممكن بالتنمية وبتوفير أسباب التنمية نقدر نساهم في رفع مستوى معيشة السكان المناطق الأكثر احتياجاً وبالذات الريف المصري. مبادرة الريف المصري ومبادرة اللي هي حياة كريمة ومبادرة تنمية الصعيد الاثنين متصلين جداً. ليه؟ لأن معظم المراكز المرحلة الأولى حتى دلوقتي اللي احنا شغالين فيها 34 مركز من 52 مركز هم من الصعيد. لان لما رتبنا المراكز ال 175 مركز وفقا لنسب الفقر ونسب الامداد بالخدمات وبالذات صرف الصحه والميه
كان اقل مراكز موجوده في محافظات صعيد مصر. فالاثنين متكاملين بشكل كبير، بيتبعوا نفس الاليات، نفس اللجنه المشرفه عليهم برئاسه رئيس الوزراء، والعاملين هم فريق واحد لهدف واحد بس، ان احنا ندعم محافظات الصعيد بشكل كبير لتنمية اكبر، لان 30% من سكان مصر في محافظات الصعيد. تمام. الشيء بالشيء يذكر برضه، وضيفي الاستاذ محمد طالما بقى كنتم متواجدين مع بعض، كان الكلام هنا على مساله الرؤيه الجديده للقياده المصريه التي يعني يتبعها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان ما خلاص يعني مفيش حاجه عندنا اسمها حجر اساس وخد اللقطه وبتاع، احنا بنقوم الصبح نلاقي مشروع يتم افتتاحه من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى يعني يعني بكتير قوي لو حتى المشروع مش كامل بيبقى 90% او 95% من هذا المشروع تم الانجاز فيه. خليني هنا اتكلم على المحافظات او القرى التي سيتم العمل فيها تحت مبادرة حياة كريمة، وهل هناك سقف زمني للانتهاء من هذه القرى، خاصة ان السيد الرئيس قال ان اي قرية هندخلها مش هنخرج الا ما يكون كل الخدمات الاساسية، صرف مياه، طاقة، وحدة صحية، كل الخدمات الاساسية موجودة في هذه القرية وتم الانتهاء منها كاملة. هو بالفعل اللي حضرتك بتقوله لتوجيه القيادة السياسية، ان العمل يبتدي ثم الاعلان بيبقى والشغل شغال وبدأ يؤتي ثماره. خليني اقول لحضرتك ان في مبادرة حياة كريمة اللي الريس اعلن عنها من اسبوعين، احنا شغالين من يناير الماضي، من اول الريس ما طلع ما ادى توجيه بيها، والشغل على الارض فعلا لدرجه ان احنا عندنا 332 وحده محليه قرويه في 52 مركز، ال 332 وحده محليه بدا العمل بيهم بالفعل. فمثلا بدانا بمشروعات الصرف الصحي والميه والغاز اللي كانت مدرجه ولم تكتمل، فتقريبا في جزء منها كتير تم اكتماله، اكثر 234 مشروع كانوا متوقفين، دول اشتغلوا بدا الشغل فيهم من يناير الماضي وعدد منهم انتهى. كمان في حوالي 580 مشروع صرف صحي جديد، دول نسب التنفيذ فيهم معظمهم بدأ تنفيذ، ونسب التنفيذ فيهم حوالين 20%. مجمعات الخدمات أكثر من 86 مجمع خدمات بدأ العمل فيهم في من 332 مجمع. في الحقيقة أن العمل بيجري دلوقتي، واحنا عندنا سقف زمني سنه، يعني قبل 30/6 الجاي يكون ال 52 مركز تم الانتهاء منهم. لو عندنا اكثر من قرابه 9000 مشروع في ال 52 مركز، ففي 8000 مشروع بدا العمل فيهم حاليا، وسقفنا ان احنا 30/6 الجاي يكون تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات. دكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنميه المحليه بصعيد مصر، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الهامة، يعني حاجات كلها مهمة. يعني خليني بس اخد كده من الدكتور، انت بتتنسق يعني بيبقى في تنسيق، لانه قال ان انتوا كنتوا قاعدين مع بعض وكده، يعني وانا عايز اتكلم على التنسيق، لان برضه مهم جدا الاعلام، يعني الصحافه، الاعلام المرئي والمقروء والمسموع، ان هو يكون متابع وان هو يتابع عشان الناس تعرف. الحقيقه شرف ليا طبعا كل المسؤولين وكل من يعمل في خدمة مصر ان احنا نبقى قريبين منهم وعلى تواصل دائم. والحقيقة ان معظم المشروعات القومية او الافتتاحات الخاصة ومشروعات الهيئة الهندسية بكون حريص ان اكون متواجد وبتابع واغطي مع الاخوة الزملاء الاعلاميين والصحفيين. الحقيقة ان المخطط الزمني لتطوير الريف المصري ده سؤال برضو حضرتك سألته، فترة لا تتجاوز 3 سنوات. ال 4700 قرية؟ هم أكثر من كده حضرتك، لأن الموضوع ابتدى الأول ب 50 مركز في 22 محافظة، 1500 قرية. وبعد كده السيد الرئيس أما شاف الأرقام وشاف الـ الـ الباقي قال لأ، إحنا نطور مصر كلها، الريف المصري، يبقى فيه شكل ريف مصري جديد ونخدم أكثر من 55 مليون مواطن مصري، نغير حياتهم بالكامل.
فالحقيقة دي يعني مبادرة طموحة وكبيرة جدا، والمخصصات المالية زادت بشكل كبير جدا من 500 مليار في البداية ل 600 ثم 700. والحقيقة ان اقول لحضرتك ان مشروع طبعا مع الاهتمام الكامل بتقنين الانفاق وايجاد افضل مستويات الاداء والخدمات والتصنيع، نتمنى ده مشروع كبير جدا، ده هيغير وجه مصر بالكامل بالتأكيد، ونتمنى كل النجاح لكل القائمين عليه والمتابعين، ونشوف مصر جديدة بالفعل في الجمهورية الجديدة. واحنا بنتكلم على التنمية يمكن من الأمور الهامة هي وجود بنية تحتية قوية، ولما نتكلم على بنية تحتية قوية يبقى بنتكلم على طرق، بنتكلم على مواصلات، بنتكلم على طاقة كهرباء عشان المصانع. وهنا البنية الأساسية هل هي متوفرة في الصعيد دلوقتي؟ يعني زمان كده كان يقول لك اللي يروح الصعيد ده مشوار يقعد ممكن يقعد له ليلة، يعني سوري يعني يروح أسيوط والطريق مش عارف أو ليلتين مش عايز أو ليلتين. أنا بقول لحضرتك الحقيقة أن كل ده تم مراعاته بشكل كبير جدا في المخطط التطوير. المخطط المرحلة الأولى هيتم فيها النقطة الهامة جدا اللي حضرتك ذكرتها اللي هي الخدمات، البنية التحتية والمواصلات والطرق، ازاي انا هروح لمكان وفي صعوبة في الوصول اليه. فالمرحلة الاولى بتتعلق بالبنية الاساسية الرئيسية والطرق، دي مهمة جدا، ودي الحقيقة تركت اثر وصدى كبير جدا في نفوس كل المصريين وكل اهاليهم في القرى حتى في وجه بحري او في منطقة الصعيد. أما توصل بلدك في ساعتين ثلاثة بعد ما كنت بتقعد 6-7-8 ساعات أو يوم لو أنت رايح أو ضيق سوري يعني لا، والحوادث حضرتك الحوادث كانت في فترة من الفترات كتير. تخوف يعني الناس كلها بتمشي الصبح بس. كنا فدلوقتي 6000 حالة وفاة وأكثر من 60,000 إصابة في السنة. الحمد لله الحمد لله الوضع ده بفضل من ربنا ونعمته وبالإرادة السياسية القوية تغير بشكل كبير جدا. المرحلة الثانية اللي هي من التطوير خاصة بالخدمات العامة، توفير الخدمات العامة بعد ما بنينا ومهدنا الطرق وأنشأنا البنية الأساسية التحتية، بتدخل في مشروعات الخدمات العامة. الخدمات العامة اللي هي مشروعات صحية، مشروعات اجتماعية، توفير بعض الخدمات وتقنينها. طيب خليني بقى انت يعني بتاخد السؤال مني بقى، اذا كنا بنتكلم على بنية تحتية خاصة بالطرق والاقتصاد والاستثمار، فلابد يكون في بنية اخرى خاصة بالانسان اللي هي التعليم، الوحدات الصحية. هاخد اجابة يعني ضيفي بعد هذا التقرير، وهيبقى عندنا الجزء الاخير من حلقتنا النهارده من برنامج ملفات، يتكلم على الانسان في الصعيد وكيف تم الاهتمام بهذا الانسان في مجال التعليم والصحة. فابقوا معنا. بعد أن عانى لعقود طويلة من التهميش، تعطي القيادة السياسية حاليا أولوية كبيرة للمشاريع التنموية والخدمية في الصعيد، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية به والتي بدأت قبل أعوام وترصد لها الدولة المليارات عاما بعد عام. فهناك استثمارات ضخمة تضخ ومصانع عملاقة تشيد وفرص عمل بالملايين تتاح لأبناء الوطن، كل هذا تم خلال فترة وجيزة ليدخل الصعيد في مسيرة التنمية للدولة ككل. طبعا هي مشروعات كويسة جدا، وكان اهتمام كبير من سيادة الرئيس فتاح السيسي بكرة الصعيد، والاهتمام لان في العقود السابقة كلها ما كانش حد مهتم بالصعيد. منظومة التطوير في الصعيد منظومة ناجحة، وبإذن الله هتجيب استثمار اكبر واكبر واكبر، بحيث انك انت اولاد الصعيد بيلاقوا شغل بيشتغلوا بيستفيدوا. محدش عارف الصعيد يميز الصعيد من القاهرة، الصعيد بقت حاجة متطورة جدا، محطات كيمة ومحطات تحلية ومحطات صرف صحي، ففيها اهتمام كبير دلوقتي، وده بيخف يعني ايه بيديهم فرص عمل وبيديهم حاجات كويسة هناك بالنسبة لهم. يعني بنية تحتية، المواصلات هتخف، في تقدم من مساكن لمزارع لمأكل لمشرب لكل حاجة، حتى الحاجة بقت نظيفة. الطاقة الشمسية برضو احنا يعني بجوارنا، احنا المنصورية جنب انبان بتاعت الطاقة الشمسية، برضو ادت يعني اللي رفعت برضو الدخل القومي للشباب، وبدل ما كانوا من بطالة ادت للدخل شوية. حرص الدولة على وضع صعيد مصر على خارطة التنمية التي تشهدها محافظات الجمهورية كافة الان
يبرهن على إصرار المسؤولين على النهوض بمستوى معيشة أهل الجنوب الكرام، فضلا عن خلق شرايين جديدة للتنمية هناك بعدما ظل لعصور في طي النسيان. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا في الجزء الاخير معنا من حلقه ملفات مع الكاتب الصحفي الاستاذ محمد عز الدين نائب رئيس التحرير بجريده الاهرام. الانسان في الصعيد بقى، الاهتمام بالانسان، مجال التعليم، مجال الصحه، المجالات الهامه بقى تكون الانسان، لان تنميه بدون انسان ملهاش معنى. بكل تاكيد الحقيقه ان الاهتمام بالانسان المصري و العنايه بيه ورفع كل الخدمات وما يمكن أن يغير حياة الإنسان المصري هو كان في المرحلة الأولى من أو الفترة الثانية من حكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الفترة الأولى كانت مرحلة الاستقرار وتوفير الاستقرار لأجهزة الدولة ومكافحة الإرهاب والتخلص من جماعة الإخوان الإرهابية وتمهيد الطريق لاستكمال مراحل الإصلاح الاقتصادي. حضرتك زي ما تفضلت وقلت، الاهتمام بالإنسان هو النواة وهو الأساس في كل أمور. بنشوف المشروعات الكبيرة جدا، سواء المشروعات القومية، مشروعات الطرق، المدن الجديدة، المدن الصناعية، المشروعات الكبرى، الاستصراع السمكي، العاصمة الجديدة، العالمين، كل ده أولا من البداية ومن أصغر عامل بيشتغل دلوقتي، ما بقاش فيه عمال اللي هم عمال البناء، والقطاع ده بقى من القطاعات اللي حاليا بتدور على عمالة فيها من ما شاء الله، من كتر المشاريع اللي موجودة، وأيضا سرعة دفع الأجور والمستحقات للشركات. الحقيقة كان عندنا مشاكل رهيبة في هذا المجال، وكانت هناك معدلات تأخير كبير في بتخرج من بتخرج وأحيانا بتروح دول تانية. الحقيقة كل ده اتغير بجانب المشروعات الكبيرة جدا، تطوير الريف المصري، مشروعات حياة كريمة، تطوير الصعيد، المبادرات الاجتماعية الخاصة برفع الأجور، المبادرات الخاصة بتوفير المعاشات، توفير المساعدات للأسرة، الأسر الأكثر فقرا، بالإضافة للمبادرات الصحية الكبيرة جدا واللي أشادت بها منظمة الصحة العالمية، وخاصة في مجال مكافحة فيروس سي وغيرها فيما يتعلق بصحة المرأة والطفل والأمراض المزمنة. هي أن الإنسان هو محور الاهتمام في هذه المرحلة، وده اللي شايفينه في كل المشاريع الحالية، الإنسان بيرتبط بيها بشكل أساسي وبشكل كبير جدا. ونتمنى أن يكون هناك نماذج كبيرة بيتم تدويلها من التجربة المصرية، فكما أشادت المؤسسات الدولية بتجارب الإصلاح الاقتصادي المصري حتى في ظل جائحة كورونا واستمرار وارتفاع الصادرات لمستويات قياسية، العالم كله كان واقف وإحنا كنا بنصدر وبنشتغل. الحقيقة أن دي تجارب كبيرة جدا ودعم كبير جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإرادة السياسية انتقلت لكافة مفاصل الدولة وخاصة الحكومية منها، وأصبح الأداء حقومي مختلف تماما. الحقيقة أن دور برضو كبير لدولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى وكافة القائمين على كافة المشروعات، سواء من الهيئة الهندسية أو شركات القطاع الخاص والحكومي. نتمنى كل الخير لمصر وتحيا مصر. تحيا مصر. البلد بتتغير، مصر بتتغير الى الافضل. ما فيش مكان، وهفضل اقول كده، ما فيش مكان في مصر الا ما فيه عمل في الشارع، حتى الشارع اللي انت قاعد فيه، البلد كلها بتتغير. نتمنى يا رب ان احنا بس يعني نبقى صابرين شويه، وان شاء الله القادم افضل. وتحيا مصر. كل الشكر والتقدير لضيفي الكبير الكاتب الصحفي الاستاذ محمد عز الدين نائب رئيس التحرير بجريده الاهرام، وشكر لزملائي في استوديو 2 وفريق عمل ملفات لهذا اليوم، وشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم دائما على خير، إلى اللقاء.